يسعد مساءكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من البرنامج، ومن اسمه كده وعنوانه يبدو أنه جزء مريح. يعني نحن نتحدث عن الموسيقى ونحتفل كما احتفل العالم كله باليوم العالمي للموسيقى، وبالأمس كان هذا الاحتفال وسط كل ما يشهده العالم حقيقة. يعني أنا الآن أبدأ هذا البرنامج بنفس شوية، كان داعش إرهاب، لكن الآن يبدو فيه إحساس بالراحة، وهذا هو سر الموسيقى حقيقة. وأنا سعيد أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ أسهر كبة، الباحث في إدارة التراث في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة. أستاذ أسهر مساء الخير. مساء الورد. سعيد مساك. الله يسلمك. واللقاء مع الجماعة زيكم كذا أحيانا هو لقاء مريح قبل ما يبدأ يعني. ومؤكد أنه الاحتفال بالموسيقى وتخصيص يوم عالمي في حد ذاته عنده قيمة في تقديري. كيف ترى هذا اليوم؟ والله هو هذا طبعا احتفال عالمي وكل العالم يحتفل فيه، وكذلك أيضا في حتى دائرة الثقافة والإعلام عندنا يوم خاص في الاحتفال لهذا اليوم. احنا نحتفل فيه في شهر أبريل، يصادف اليوم الموسيقى التراثية أيضا. وأيضا كوننا مهرجان في الشارقة اللي اسمه أيام الشارقة التراثية، اللي هو يحتوي كل شيء تراثي من أكل وشرب وموسيقى وكل محتوياته، فإلى قيمة عندنا موجودة في الإمارات وخصوصا إمارة الشارقة، وإدارة الثقافة والإعلام تسعى إلى هذا النوع من التفاعل والمهرجانات. نعم مؤكد أسهري أسهر، الموسيقى نفسها هي قيمة في حد ذاتها وقيمة عظيمة، وكل العالم يمكن يعرف هذا الشيء. وإحنا الحقيقة بنلاحظ في مجتمعاتنا العربية أن هناك إرث موسيقي كبير أكيد. نعم. وعظيم، ولكن حدث نوع من لا أقول النفور، ولكن الاندثار للسمع بشكله المكثف زي ما كان بيحصل في الأول، خاصة وسط الأجيال الجديدة الآن اللي اتجهت اتجاهات أخرى أكثر حركة تتماشى وإيقاع العصر. صحيح. ماذا في تقديرك الموسيقى العربية الرصينة الجميلة تمر بأزمة؟ بصراحة وهذا الموسيقى الأزمة اللي موجودة حاليا احنا نعاني منها موجودة في كل العالم، ولا تكون يعني مختصرة على الوطن العربي فقط، لأنه الحالة الموسيقية تتغير مع كل الظروف المرافقة، إن كان وضع سياسي، إن كان وضع اجتماعي، إن كان بكل الأوضاع الموسيقى متغيرة. فمثل ما نشوف احنا عندنا نسميها الموسيقى السكستيز أو السبنتيز والأيتيز، كل حقبة كل 10 سنوات نلقي لها موسيقى خاصة، والناس متغيرة في أذواقها أيضا حسب ما نشوفه احنا من وضع اجتماعي اللي عايشين به. فهو مو بالضرورة ممكن احنا نقول عليه سيء مثلا، بس هو ممكن اختيار الكلمات للجيل الجديد وهو هذا اللي سيء. نعم. يعني تكمن الإساءة في هذا الموضوع. أستاذ أسهر، احنا في حضرة الموسيقى لا ينبغي أن نتحدث كثيرا، يعني وخاصة انه اليوم عالم الموسيقى. نعم. انا شايف في آلة الحقيقة هي شكلها غريب بالنسبة لي انا شوية. نعم. ما بعرف أقرب للقانون رغم أنها مش أقرب، شنو الآلة دي عرفنا عليها؟ هذه آلة اسمها آلة السنطور. السنطور. السنطور آلة عراقية عمرها أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد، وهذا طبعا موجود في البحوث لباحث دكتور صبحي أنور رشيد، وجدوا اللقى الطينية والألواح الطينية مرسوم عليها هذه الآلات في وقت نبوخذنصر، من أيام هذا الوقت. فآلة قديمة وظلت تقريبا اتطورت إلى نوع إلى شيء معين ووقفت. نعم. لأنه أيضا عندنا في المجتمع العربي مو كل الأشياء تتطور يعني. شوف الآن يعني من السنطور لأركب الحنطور وتحصل هذه المفارقات في هذه الأزمان. نتحدث عن آلة عظيمة. نعم. بكل هذه السنوات السحيقة نسمع شوية من السنطور أكيد أستاذ أسهر. Thank you.
سلام. واحتفال من نوع خاص. الآلة مؤكد أنها آلة عتيقة بهذا الجرس والأصوات الجميلة. أستاذ أسهر، لعلك تلحظ بأنه الاهتمام بالموسيقى حتى على مستوى المدارس قل نوعا ما. نعم. وإلى أي مدى مادة التربية الموسيقية كانت من المواد المهمة في المدارس، والناس المفروض تمشي لقدام مش ترجع لورا. والموسيقى أنا في تقديري إنها أيضا بجانب دور التربوي والنفسي أيضا تسهم في خلق روح أكثر شفافية ومرونة. يعني إحنا الطالب بيكون شوية قادر يتعامل مع المجتمع بشكل فيه نوع من المرونة وعدم العنف. صحيح. والتطرف. يعني لأي مدى تلحظ أنت هذه الظاهرة؟ والله بصراحة أنا هذا الموضوع بالنسبة لي يكون مؤلم، لأنه الطفل ما يتعلم موسيقى من المدرسة، هذا شيء مؤلم بصراحة، لأنهم هذا عن عدم وعي طبعا للإدارات التربوية وللوزارات التربوية اللي ما شايفة الدرس الموسيقى هو شيء مهم. هنا أنا مشكلة كبيرة، وهذا دا يسوي خلل بنشأة الطالب. أنت هذا في كل العالم الموسيقى من أهم الدروس، حالة حال الماثماتيكس، حالة حال الكيمستري، حالة حال الفيزياء، حالة حال أي درس ثاني، ويستمر معاه من كي جي إلى 12، واحتمال حتى في الجامعة يدرس هذا الدرس الموسيقي. بس إحنا ما عندنا الوعي أنه هذا درس مهم ينقي ويصفي ويغذي وكل الأشياء الجيدة، يعني ينمي الإحساس عند الطالب، يرفه، كل المصطلحات هذه الموسيقى تؤديها. نعم. فتخيل أنه هذا الشيء الطالب تحرمه من هذا الدرس بسبب أنه أحد يعني الناس الإدارات تتوقع أنه هذا الدرس هو غير مهم. مشكلة على مستوى الدولة برضو. أستاذ أسهر، القاعات المعدة ومصممة للموسيقى، وهي قاعات بمواصفات خاصة ونشاهدها في كثير من دول العالم الأول يمكن، ونحن الحقيقة لا نطمح، ممكن نطمح في الأوبرا مثلا، ليش لا، والتاريخ العربي كبير في هذا المجال والاتجاه، لكن برضو عدم اهتمام في وزارات الثقافة وفي الدول العربية بهذه الناحية. إلى أي مدى أيضا هذا يؤثر في انتشار الموسيقى والارتقاء بالذوق؟ يعني والله صحيح، هذا أيضا هو موضوع مهم، وأتمنى أنه نجد بديل لكلمة دار أوبرا، لأنه إحنا لا نملك أي فن من الأوبرا هذا. فالأفضل أنه نجد تسمية بديلة للدار أو للمسرح حتى نكون واقعيين شوية أكثر. نعم، يعني بغض النظر عن المسمى نلاقي مكان نستمع فيه للموسيقى. صحيح. بس أنت هتأمل أنه هذا الموضوع يتم فعلا بمكان ما نقول دار أوبرا، يعني هو خلق دار الأوبرا أيضا لفن الأوبرا، واستمر هذا في الدول الأولى خلينا نسميه، موجود لحد الآن موجود، واستعماله في هذا المواضيع. فإحنا من الأجدر أنه قبل ما نفكر بأشياء ثانية خلينا نجد التسمية الصح ونبنيه صح لأغراض صحيحة. يعني إحنا ما راح نقول دار أوبرا وأجي أعزف أنا سنطور مثلا، فخلينا نسمي التسمية صحيحة ويطلع المسرح صح، ونحتاج إلى أنه الناس تسمع. إحنا دار أوبرا وما يجي أحد يسمع، هاي مشكلة أخرى. صحيح. فإحنا ما نقدر أيضا نعتب على المؤسسات اللي تعمل على إنشاء هذه مثل الدور الأوبرا أو غيرها من المسارح وما نلقى جمهور. فهذا يحتاج إلى موضوع توعية للمجتمع. إحنا مو هي، شوف شيء مترابط، أنت إذا ما عندك موسيقى بالأول ابتدائي أو الجريد وان أو whatever شو تسمي المرحلة التدريسية للطالب للموسيقى، كيف تنميه وتوجهه وتقول له تعال أحضر. صحيح. إلى الأمسية الفلانية اللي دي يعزف فيها الفنان الفلاني. نعم. الحقيقة عاوزين نتسلطن شوية على السنطور أستاذ أسهر. ونحن في اليوم العالمي للموسيقى نحتفل بالموسيقى كده نديها حقها يعني. أكيد.
يا سلام، جميل جميل. يعني أنا لو مل البرنامج كنت قلت لك الله. شكرا لك، تسلم. رائع. نحن ما عندنا حال غير أنه نختم هذا البرنامج أيضا كما بدأناه بالموسيقى، بالموسيقى برضو. ويمكن كثير من المشاهدين يرغبوا في السماع أكثر للموسيقى، ولكن لدي سؤال كذا قبل الختام. نعم. أستاذ أسهر، فيما يتعلق بالنت والعولمة والاتصال، إلى أي مدى أثرت الآن؟ يعني أنا بلاحظ أنه مثلا السيديهات الآن مش زي الأول، مؤكد حتى في مبيعات تفاصيله. صحيح. هذا الموضوع أيضا من العوامل اللي أثرت، تأثر الشركات اقتصاديا، وخلنا نسمي ممكن نقول بعض الشركات أفلست وأغلقت محالها وأغلقت مصانعها لصناعة السي دي اللي بتصنع أنت. يعني مطرب يسجل صوت بالاستوديو يخلص، يحب أنه ينتج السي دي هذا، فما ظل شركة إنتاج تنتج للفنان بصورة عامة بعدد قليل جدا. يعني خلينا نقول أكثر من 80% اختفت شركات الإنتاج لعدم ربحيتها بالموضوع، وأيضا المصانع اللي تصنع هذا السي دي أيضا اختفت تقريبا 80% وسكرت وانتهت من خلال هذا الموضوع أيضا، لأنه ما في أحد ينتج عشان هي تصنع السي دي. فهي سلسلة من الأحداث إلى أن وصل حاليا الآن توجه المبيعات على المواقع الإلكترونية حاليا. فانتهى موضوع يعني أنه تشتري سي دي من محل كمادة صلبة تشتريها. هسه كل السوفت كوبي موجود متوفر في الانترنت، في شركات موجودة اي تيون، تشتري التراك اللي تريده، تشتري السي دي اللي تريده، تشتري الموسيقى اللي تريده، واي فنان تشتري. نعم. المزرعة دي ما أثرت على الإحساس أستاذ أسهر؟ أنت تعلم أن الموسيقى إحساس كذا أكثر من أي حاجة تانية. أكيد. وأحيانا هذا التركيب التكنولوجي التقني يعني إلى أي مدى أيضا يقتل هذا الجانب. صحيح. ويكون خصما على الموسيقى. أكيد. هذا طبعا يأثر، يعني في شيء إيجابي وفي شيء سلبي طبعا هذا الموضوع. مؤكد. الموسيقى اللي نسميها اللي موجودة أو التطبيقات اللي موجودة في الكمبيوترات من برامج موجودة في النت والكمبيوتر، طبعا هي عامل مساعد على أنه تصنع موسيقتك بنفسك حاليا، ولكن أيضا الأثر السلبي لها أنه تفقد نوع من الإحساس، لأنه هذا مو عزف نقول لايف أنه أحد يعزف بإيده مثل الآلات اللايف اللي تعزفه. فهذا أيضا أثر من ناحية سلبية، بس من ناحية إيجابية أيضا هو وفر لك وقت وجهد ومال، من أنه كان ما تجيب مثلا 25 شخص عشان يعزف لك القطعة الموسيقية هذه، أنت حاليا تحتاج شخص واحد أو شخصين بالأغلب. نعم. الحقيقة أستاذ أسهر الحديث معك ذو شجون. الله يسلمك، شكرا. ونحن نتجول في هذه البراحات، وأنا في اللحظة دي كنت يعني أقول لك أعطينا من الآلة، فنسيت اسم الآلة. آلة الصنطور. صنطور. أنا كنت عايز أقول الصنبور. كانت مشكلة كبيرة جدا. الصنطور. نعم. وقبل ما نسمع لحن كده في الختام، الصنطور والقانون. نعم. وهذه الآلات والعود إلى أي مدى هي مرشحة برضو للاستمرار أكثر؟ يعني نحن نشوف أندية العود وفي فنانين عراقيين كبار مهتمين بهذا الجانب، شمة وغيره وغيره. صحيح. إلى أي مدى هذه الآلات قابلة لأن تستمر وفي ناس يرعوها يعني؟ ولا هو يعني من خلال الناس اللي ينتجها المعهد الثقافي أو المؤسسة الثقافية أو المؤسسة التعليمية، أكيد حيكون أكو نخبة تطلع من هذه المؤسسة، إن كان معهد الموسيقى أو كان غيره، أو مدرسة الموسيقى والبالي أو جامعة كلية فنون جميلة مثلا. فكل الناس اللي تدرس خلي يجون 50 واحد أو 100 واحد، يطلع منهم 1 2. فاستمرارية بهذه الطريقة تكون، يعني استمرارية ضعيفة ولكن مستمرة، بس إلى أي متى، إلى أي مدى حيبقى يستمر الله أعلم. أستاذ أسهر لم يتبقى إلا أن تصنطرني والمشاهدين، ونستمع أيضا لمقطوعة ونحن في اليوم العالمي للموسيقى، ونحيي كل الموسيقيين أينما كانوا وكل المشاهدين. أنا أشكر بدوري اهتمامكم بهذا اليوم، وشكرا جزيلا لاستضافتي بهذا البرنامج. Thank you.
شكرا جزيلا. شكرا أسهر. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. نتمنى دوما أن تكون أيامنا مليئة بالشجن وبالهدوء وبالسلام. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، وتحيات خاصة هذا المساء لمهندس الصوت إبراهيم أبو قوطة، مسؤول من القصة دي، مخرجنا عمرو بطارسة، ونور العنبكي منتج هذا البرنامج، وكل الفريق العامل. واليوم بمناسبة الموسيقى أيضا، الحقيقة الأخوة في الجاليري برضو بيروا أننا نختم مع مقطوعة كده سريعة. أنا بقول لكم مع السلامة، وخلينا كلنا في أجواء الموسيقى.